حول هذه العملية. أسعد باستضافة على المباشر عبد الرحمن بوكرموش النائب البرلماني الحر. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. إلى أين وصلت الإجراءات لحد الساعة، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي؟ تفضل. شكرا لكم. فيما يخص اليوم، يعني يعتبر أول لقاء للنواب الجدد في المجلس الشعبي الوطني في هذه الفترة المسائية، ابتداء من الساعة 14 الساعة الثانية انطلقت عملية الانتخاب السري لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وفعلا حسب ما تنص عليه النصوص التنظيمية للعملية، هناك مترشحين كما ذكرتهم الأول عن قائمة حرة، السيد إبراهيم بوغالي، والمترشح الثاني عن حركة حمص. حاليا عملية الانتخاب في نهايتها، وبعد لحظات قليلة ستنطلق عملية فرز أصوات، ونتمنى التوفيق والنجاح لأي منهما. المهم يكون عندنا رئيس مجلس شعبي وطني منتخب وذو شرعية واسعة إن شاء الله. وفق الأصداء داخل طبعا قبة البرلمان، وفق الأصداء وفق ربما لقائك بزملائك داخل البرلمان، إلى من تميل الكفة ربما؟ ممكن طبعا هناك حدود الحقيقة للنائب الحر نوعا ما، لكن صندوق الكلمة الفصلي صندوق، ونتمنى يعني الذي سيفوز بهذا المنصب اللي هو منصب حساس جدا، وهو منصب ثالث منصب في الدولة، نتمنى أن يكون عند حسن ظن النواب في المنتخبين في المجلس وعند حسن ظن الشعب الجزائري. على أي أساس ربما؟ لا نستطيع أن نرجح، لكن نعم. على أي أساس قلت بأنه ربما نعم سيكون هذا المنصب من نصيب النائب الحر؟ باعتبار طبعا أغلبية الكتل زكت النائب الحر، من بينها الأفلان حسب علمي والأراندي والبناء والأحرار، كتلة الأحرار أغلبها طبعا إن لم نقل كلها. هذا مؤشر أولي على فوز النائب الحر، لكن دائما الكلمة للصندوق والكلمة للديمقراطية الحقيقية. نعم. طيب اليوم خلال هذه الجلسة التي طبعا ترأسها سيد أيت منجلات، كان قد قال في حديثه بأنه يجب استعادة ثقة المواطن الجزائري وإعادة المصداقية إلى المجلس الشعبي الوطني. وفق كيف يمكن فعلا تحقيق ذلك أستاذ بوكرموش؟ فعلا شكرا. حسب تصريح السيد أيت منجلات، اللي هو حسب النظام الداخلي المعمول به في مثل هذه الحالات، هو يرأس الجلسة باعتباره الأكبر سنا من بين النواب الجدد المنتخبين. وفعلا رهان وتحدي كبير على استرجاع المصداقية واسترجاع ثقة المواطن بمؤسسة الدولة، لا سيما المؤسسات التشريعية التي يجب عليها وينتظر منها الكثير لكي تقوم بدورها المنتظر. وأكيد شعبنا الجزائري العظيم ينتظر الكثير والكثير جدا من هذا المجلس الشعبي الوطني لتحقيق آماله ويعني حل انشغالاته إلى غير ذلك. ونحن كنواب متفائلون جدا، خاصة لا سيما إذا قيمنا العملية الانتخابية التي جرت في ظروف جيدة وجد حسنة. وكما قلت سيدتي وكما صرح السيد أيت منجلات رئيس الجلسة في هذا اليوم، نحن متفائلون جدا بطبيعة الحال. نعم. طيب الآن رهانات كبيرة تقف أمام طبعا سواء أمام الحكومة الجديدة على رأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وحتى على النواب الذين انتخبهم طبعا الناخبون ووضعوا ثقتهم فيهم. السؤال الآن، من أين يجب أن تكون البداية؟ نعم. لأي ملف يجب أن تكون الأولوية برأيك في ظل هذه الظروف والمعطيات الراهنة سيد بوكرموش؟ شكرا. في الحقيقة هناك عدة ملفات ذات أولوية، لا سيما الملف الاقتصادي وتحسين الحياة المعيشية أو الظروف المعيشية للمواطن، إضافة إلى أولويات. فنحن في العالم والجزائر بطبيعة الحال تواجه أزمة صحية عالمية، وباء كورونا، وهناك رهان كبير جدا للقضاء على هذا الوباء.
ويعتبر كذلك هذا الملف من بين الملفات الأولوية القصوى في هذه المرحلة. نعم. طيب أستاذ بكرموش، هل أنت في الاستماع؟ نعم. طيب، نعم. الآن لا يوجد أغلبية برلمانية في البرلمان الجديد، الاستحقاقات الأخيرة لم تفرز يعني أغلبية برلمانية، لكنها أفرزت إن صح القول أغلبية رئاسية. برأيك كيف يمكن الآن للبرلمان الجزائري أن يقوم أن يكون طبعا ضامنا للاستقرار السياسي من جهة، طبعا تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، المساعدة في تنفيذ هذا البرنامج، ومن جهة أخرى أيضا أن يؤدي دوره الرقابي؟ شكرا. في الحقيقة كما قلت لا توجد أغلبية برلمانية، لكن هناك قوى واضحة من ناحية ترتيب الحزب، ترتيب الكتل، وعلى رأسها حزب شباب التحرير الوطني، ثم كتلة الأحرار. لا ننسى بالمناسبة نسجل بأن كتلة الأحرار لأول مرة تسجل هذا التوازن وهذا التواجد القوي، وتعتبر القوة الثانية في البرلمان. وكما قلت فعلا هناك أغلبية رئاسية، فهناك مساندة لبرنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ونحن نأمل طبعا من خلال مساندة هذا البرنامج لتحقيق الجزائر الجديدة وتحقيق ومعالجة أهم القضايا الكبرى التي تشغل بال المواطن، خاصة في هذه الظروف العصيبة نوعا ما. نعم، شهدنا أنه في البرلمان الحالي هناك تواجد لافت للأحرار وللشباب في البرلمان، ما الذي ستقدمه هذه الكتلة خلال هذه العهدة القادمة؟ شكرا. في الحقيقة خلال هذه العهدة البرلمانية لأول مرة يمكن نقول حسب ما نعلم كتلة الأحرار موجودة بقوة وبفاعلية ومتنوعة، خاصة فئة الشباب سواء في كتلة الأحرار أو في باقي الكتل. هناك طبعا كما تعلمون أن أصغر برلماني يبلغ من عمر 25 سنة، يعني 25 سنة شاب في مقتبل يعني جامعي، يعني هذه طاقة في الحقيقة طاقة قوية للتشريع في البرلمان مستقبلا. هناك نسبة معتبرة من فئة الشباب، كذلك من فئة النساء لا بأس بها ومقبولة نوعا ما، كذلك من باقي الفئات العمرية الأخرى. نعم. إذا سيد عبد الرحمن بوكرموش النائب البرلماني الحر كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا لك. أكيد سنربط الاتصال بك وبالزملاء ليتعرف على آخر النتائج فيما يتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني باختيار وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. إذا مشاهدينا، كما قلت طبعا اليوم كانت قد انطلقت جلسة علنية بالغرفة السفلى للبرلمان خصصت لإثبات عضوية النواب الجدد، وذلك طبعا برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وهو عبد الوهاب أيت منجلات، وبمساعدة أصغر اثنين منهم هما النائبان حماد أيوب وبوشلاغم عبد المؤمن. وتمت إثبات أو تم إثبات عضوية النواب ثم استئناف الأشغال ابتداء من الساعة الثانية زوالا للمصادقة على تقرير اللجنة وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني. يتنافس على رئاسة المجلس نائبان هما إبراهيم بوغالي عن القائمة الحرة الوحدة والتداول عن الدائرة الانتخابية لغرداية، وكذلك النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد صدوق عن الدائرة الانتخابية لولاية شلف، والذي كما تابعنا منذ قليل سيتم الفصل بينهما عن طريق الاقتراع السري. العملية تتواصل إلى غاية الآن، وربما سيتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة. إذا مشاهدينا كما قلت منذ قليل في حصيلة ثقيلة